بدينا كنحسو واحد الايام بوجود واحد الانفراج حقوقي، نتمنى انه يستمر اولا، وثانيا انه يصعد يتحسن، كما نقولوا على واحد سلم من واحد من عشرة تقدم، وصل ربما جوج، ولكن ما كناش وصل 8 9 يفوت حتى 10، ما كرهناش لان مابقاش غادي يمكننا نقولوا بانه وقع فعلا بداية انفراج حقوقي. غادي نشوفوا ناصر الزبزافي في دارو، وتوفيق بعشرين عنده بيداتو، وما تبقى من الصحفيين في المكاتب ديالهم. ملي كنقول ما تبقى من الصحفيين، وجميع الصحفيين بدون اي استثناء، بما فيهم اكيد الريسولي وعمر الرضي وغيرهم، كنظن بان هذه علامه خير وضروري، لانه ما كرهتش انه المغرب يفهم بانه العالم داخل في واحد المرحله جديده، لانه كنظن هذاك واحد العهد سلف في 2020. ما كرهتش ان المغرب يفهم بان من 2021 الى 2025 غتكون مرحله جديده، ما كرهتش ان يكون سباق، حتى يجي الضغط الاجنبي، حتى نشوف الشعوب الاخرى والدول الاخرى والعالم الاخر، عندي حنا من اللور تابعينا كما كنا نكون عندنا الاسباق ينسبقوا ونسبقوا الجميع. انا كنحلم واحد المغرب مثالي، عكسي باش ما كرهتوش يكون ديما الاول سيما في الحقوق، في البناء، في الاحترام المتبادل. ما كرهناش انه نفس الشيء يبدا واحد الورش صحيح، ورش تصحيح المفاهيم والمبادئ في القضاء المغربي، لان احنا محتاجين الى شويش ديال الرجوع الى احترام القواعد القانونيه والمبادئ القانونيه والمصادر القانونيه، ونخليو شويش العنف والبؤس الفكري شويش نبعدو منه. فهمت، هذا رايي، نتمنى ان يمكن لينا نحصلو شي نهار نوصلو له. معطي مجيب باقي تحت اضواء القضاء، وكاين قضية التحقيق، وباقي كاين محاكمات، مع دودة كانوا طلقوه ومنعوه من الخروج من المغرب وحيدوا له جوازه باش يخليوه في الوضعية هادي، حينئذ الهدف كله من النهار الاول، وهذا الملف والتركيبة كان عندها هدف واحد، وان السيد ما يخرجش للخارج وتحبسوا في واحد السجن غادي تسمى المغرب، لانه انسان اللي كتمنعو يخرج من المغرب، واخا كيكون عايش في المغرب راه كيحس بان حريته ناقصه. نكونوا متفقين، مع ذلك كان هذا الهدف، حينئذ هذا الملف هذا عمره ما غادي يتشد، يمكن يكون هادي. على كل حال حنا فرحانين اللي خرج من السجن، هادي لا نقاش فيه. اولا كمغاربه وكحقوقيين وكاحرار اي ليبراليين، كنعتبروا بان الحريه هو الاصل، بان البراءه هي الطبيعه، كنعرفوا بان الامور التي نشك فيها هي لصالح المتهمين، حينئذ ملي كتشك ما عندكش الحق ترد الشك حقيقه، الحقيقه ملي كتبدا تشك فيها كتحيدك، لان الشك يتغلب، الشك لصالح من تنعت اليه. هادي غادي يمكن لينا غير نفرحوا. لا هو دابا حنا منفسرو بانه هذا اختيار سياسي، اختيار سياسي مبني على ما يهدف إليه، ما تهدف إليه الحكامة.
والحكمه هي التوازنات الماليه ولا لي ماكرو اكيليب، التوازنات الكبيره الوطنيه الماليه، لان التوازنات الماليه يمكن لك بها تحقق التوازنات الاقتصاديه. بقى انه هذا ماشي حل بالنسبه لنا للاساتذه. ثانيا هذا يخالف مبدا في القانون الاجتماعي قرر. انا واذا خدمتك عام ولا عامين وجددت عاوتاني عام وعامين ومره الثالثه جددت عامين، ما كيبقاش شي عقده مؤقته الزمن، حتى شتيني خصك تخدني في اطار الاستمراريه وكتحمل المسؤوليه، اما محتاجني اما ما محتاجنيش. يمكن تبقى كل ما انت محتاجني راه انت كتدفع فيا، والنهار اللي ما تحتاجنيش تقول سالات العقده، ماشي حل. ثم ثانيا انه يكون عندنا تعليم مبني على العقده. انا كنظن التعليم كيخصو يبني على اطر كونناهم تربويا وبيداغوجيا، لا فيما يخص المناهج، لا فيما يخص الوسائل ديال التدريس، لا فيما يخص العلوم التربويه والتعامل مع الطفل، مع الشاب، مع التلميذ، مع سن المراهقه. هادشي كلشي التعليم راه فن. انا كنت في كليه الحقوق ولكني ما عتانيش الله في التعليم، ما نفهمش التعليم. هذه هي موهبه، الناس اللي عندهم موهبه راه كيسرقوهم في العالم باش كيكونوهم تربويا، لانهم هما اساس مهم جدا في البناء المجتمعي، لان كيكونوا الاجيال. ماشي قضيه الخرافه شحال. التعليم راه شيء جدي بزاف، جدي بحال الصحه، راه اسس السياده هو يكون عندك تعليم ويكون عندك صحه، والا ما عندكش دوله. الدوله ماشي دير لي عندي شعار وعندي نشيد وطني وعندي تلفازه رسميه كنمشي نقول فيها اللي كيبان ليا خصني نديرو في اطار شي هندسه اجتماعيه ولا شي افكار هذه الحديثه اللي ما كتأدي والو. التعليم واحد الشيء مهم جدا خاص فيه التكوين وخاص فيه الاستمراريه، خاص فيه الاستمراريه دي لا نقاش فيه. انا هكا كنشوف الامور. ماشي هما اللي يمكن لهم يحققوا بها التوازنات الماليه فيما يخص ولا سيما. ما تنساوش بانه الفلوس ديال التقاعد ومن الفلوس اللي كيتحطوا لمده 20 و30 سنه، دونك امد طويل. فهذيك لا ماس مونيتير، هذيك الكتله الماليه اللي غتبقى المؤسسات الاقتصاديه كتخدها كوسيله ديال التنميه او وسيله ديال اساسيات ديال المشاريع وديال فتح الاوراش. هذيك الماليه، ديك الكتله الماليه هي اساسيه. انه الفكره وانه كخصنا نفهموا بانه ممكن ليناش نوصلوا شي كتله ماليه على ظهر التعليم ولا على ظهر الصحه. راه مستحيله نبنيو استقرار اجتماعي بهاد الكيفيه هادي، ما غادي يمكنش تكون. وعمرها ما وصلت حتى شي دوله ما قدرتش توصل عن هاد الطريق هذا. يمكن لربما يشوفوا وسائل اخرى ديال التوازنات الماليه، ولكني ماشي عن طريق التعليم. التعليم مستحيل، كنقولها وكنعاود نقولها، كنقولها وكنعاود نقولها. والاموال التي تأتمن عليها الدوله كخصها تبقى معتمنه عليها وديال مواليها في مشاريع على كل حال، ماشي اجتماعيه، لان الاجتماعي يمكن لنا الدوله بعدو ملي يجي سن التقاعد وبقى عباد الله ما عندناش ما نعطيهم باش يعيشوا، غتكون الكارثه. هذاك عاد عدم الاستقرار ديال بصح.
لان هذوك الناس اللي عندهم العلاقات، الناس اللي عندهم التجربه، والناس اللي عندهم المهاره والفن، هما اللي غادي يكونوا ضد النظام. فتكون حينئذ صعيب يظن شي واحد بان يمكن له يستمر في استقرار في هذه الحالات. ربما هادشي كيخصو حوار، لانه هكا كنتكلموا على مبادئ واحد الكيفيه سطحيه كيخص التعميق ديالها. كان نقولوا بانه واحد المده ديال الزمان ديال سنتين ثلاثه سنوات التعليم غادي يكون في عقده، ومن بعد ما يثبت الانسان بانه فعلا ديك السيد تربويا عنده موهبه عند الرسم، كلنا نخمو شي مبررات بحال هكا. ولكن فرض التعاقد على الناس وهاد الخرافه ديال شحال بانهم اختاروا التعاقد، حتى حد ما كيختار التعاقد ديال سنتين باش يخدم، كاين حتى حد ما كيدخل التعليم باش على راس كل عامين يوقع لك عقده، هادي ما كايناش، هادي ما عدا القهره البطاله الاحتياج هو اللي كيدفعك توقع في وضعيات اللي قانونيا ما كتحميكش. ما تقوليش بان انا اخترت، انا يمكن نتحمل مسؤوليتي ديال العقده، وده اخترت ما بين الوظيفه العموميه في التعليم وما بين العقده في التعليم، كنا متفقين في هذه الحاله، لكن كنا انا اخترت، ما خليتليش اختيار، شنو اختيار خليتي لي؟ انت عطيتيني اختيار بلا ما تعطيني، انت اخترتي مكانتي واخترحتي عليا واحد العقده بلا ما وما عندي اختيار، اختيار اللي عندي ما نقول لك نعم لان محتاج. ف قبيح انه من بعد موقع ومن بعد ان هذه اكثر من 6 سنين وهذه الوضعيه مستمره في المغرب، ومن بعد ما خليتي ضربهم، ومن بعد ما تحرشتي على النساء في 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 في, في في السلك ديال التعليم، ومن بعد ما تثبت انه استعملت البلطجيه، ومن بعد ما تثبت انه عندك فرق مدنيين كيمارسوا العنف عمدا لانه كتوجد راسك لواحد الاستقرار خاوي، ذاك الظن بان الاستقرار هو تضرب عباد الله من اللور، تضربهم من اللور باش يتيحوا لك الارض وتجمعهم ديهم للكوميساريا. هذا ماشي اسلوب وتزيد عليهم تقول لهم وانتم ما اخترتوا، انتم ما اخترتوا، اش اخترت؟ انت اللي اخترت بلاصتي، انت اللي حليتك، انت الدوله اللي حليتي مشاكلك الماليه على ظهري انا، وخليتي ضربوا يا من فوق، ودابا كتمشي للمواقع اللي ما عندي فعلا خصها ما تبقاش، والله العظيم خصها ما تبقاش، لان ما عندهم حتى استقلاليه. المواقع المراقبة باش تحقرني وتطيح من قيمتي أمام الشعب وتكذب فيما يخص التفسيرات. فالنوع ديال النظام الأنظمة ما يمكن كنا كنظنوا بأن في العقود الأخيرة ديال السنوات 90 وما بعد 90، ديك العقود الأخيرة ديال القرن الماضي القرن العشرين كانوا صافي بدينا كنشوفوهم كيموتوا امامنا وكي دابا في 2020 2021 تتخلقهم من جديد. هذا النوع ديال الاسلوب المتجاوز. يوم العالم غادي بخطوات عملاقه نحو مجتمع متمدن متحضر، والتمدن والتحضر والاحترام للقانون، والقانون اللي الصائب هو القانون اللي كينبثق من ممثلين ديال الشعب اللي غادي يكونوا برزوا بانتخابات حره ونزيهه وصادقه، ناس ديال الفكر، ناس ديال العطاء، ناس ديال البرمجه، ناس ديال البرامج، ناس ديال الاقتراحات، ناس ديال المشاريع، ناس ديال التصورات الواضحه، ناس ديال الافق، هما اللي خصو يشاركوا في الانتخابات ونشوفوا في الانتخابات باش يمكن يكون عندنا دولة كيمكن لها تقلع اقتصاديا.
شوف، كاين الامور التي تستمر لانها صحيحه ومركزه، وكاين الامور التي تدوم زمن الظهور، فهمتي؟ وزمن الظهور قصير جدا، خاصك تفهم. راه في الليل كتمشي تنعس وعندك ورده جميله، ملي كتفيق في الصباح كتكون مدبله ماتت. هذا هو اللي كنقولوا له التون دي روز، داكشي خاوي. ما المجرمين وذوي السوابق وصحاب الحقد والكراهيه وفاقد الشيء لا يعطيه، الناس اللي ما عندهم تصورات، لان اللي عندهم تصورات كيعرفوا بان التصورات تحتاج الى عقود ديال النضال وديال التضحيات باش تحققهم، باش غير توصل، ماشي تحقق التصور ديالك. ان التصور ديالك يبداو عباد الله يقبلوا يناقشوك فيه، ما هذا ماشي، هذه ماشي امور معتيه لصحاب الصوابخ او الجهلاء او البربلو ولا فرتيتو ولا شي كلشي خاوي. انا عرفتهم من النهار الاول. وثانيا ان تجيب الناس بالزنقه هكا بلطاجيه، ديهم القهاوي يسكنوا في القهوه، هذا مؤتمر، هذا ماشي اسلوب، وعطى انطباع فقير على الفكر السياسي المغربي، وعطى انطباع ديال الهشاشه ديال المستقبل الديمقراطي ديال البلاد. الناس بحال اللي ما كتشك في الانتخابات المقبله في الوقت اللي كان خصنا نسترجعوا الثقه للمغاربه، وماشي مع الشفاره وصحابي الصوابيق وبربلو وفرتيتو والناموس. هذه يمكن لك تخلق حوارات ونقاشات ولا مقارعه الافكار ومقارعه البرامج، فاقد الشيء لا يعطيه، واللي هو ماشي غير فارغ القضيه، مصيره عاقله طماع غدار بيا خراب. ما يمكنلكش، ما يمكنلكش بهم تبني دولة، لأن خصك تبني الدولة مع مفكرين سياسيين اللي كيطرحوا إشكاليات وكيقترحوا حلول في إطار واحد التصور عام واضح في الذهن ديالهم. ماشي ممكنلكش دير هادشي مع المجرمين، هادشي خاوي. ولكني أصعب من هادشي كلشي هو أنه خلى واحد الانطباع عالمي ووطني، أن الداخلية كتسير الأحزاب وكتدخل في الشؤون الحزبية، وهذا ماشي في مصلحة أي كان. مشكلة، هادي المشكلة العظمى، أنه بدينا كنشوفوا الجهل بدأ يسيطر على مراكز القرار. وإلى يومنا هذا ممكنش تعطيني شي مثال بأن الجهل ساعد شي واحد في النجاح. كاين اللي كيستغل الجهل ديالك، يمكن هذاك هي، ولكن أن الجهلاء قدروا يحلوا شي مشكلة، ما كنظنش كاين شي مثال في العالم. إلى يومنا هذا لم يسبق أن الجهل استفادت منه إنسانية. أن المغرب المجتمع المدني والسياسي استرجع واحد المناضل اللي غادي يساعدو في محاربة ما نسميه نحن الشرطة السياسية. ما قبلينش الشرطة السياسية، حنا كنقولوا بأن الاستعلامات العامة كافية، وبأن الاستعلامات العامة عندها الحق تستدعي عباد الله ودير عليهم تقارير وتطلب لهم توضيحات، هذه لا نقاش، وتنبههم. لان مزيان يكون كاين علاقات ما بين المواطنين والمخابرات العامه، لان ملي كتعرف بانه كاين شي بحث في واحد الاتجاه راه كتولا كنتي غادي له ما تراجع. ما احنا ما كملناش، احنا ما جيناش احنا كنصيدوا عباد الله باش نديهم الحباسات، احنا غير كنقولوا لعباد الله ردوا بالكم، ممكن القانوني قانوني، والغير ممكن غير ممكن، والغير قانوني غير قانوني. اللهم نبهك باش ما ترتكبش الخطا وما ترتكبش الجريمه. هذا هو الفكر الانساني المتمدن المتحضر الحقوقي القانوني الديمقراطي.
المتطور الحداثي، ما ماشي كنصيدو حنا عباد الله، ما حناش في عهد التفتيش لي زانكيزيسيون، حنا فقط بون التعليمات العامة ضرورية، أنه رجل الاستعلامات العامة يعيطك في التليفون يقول لك اسمح لي يا سيدي سمعت عليك كذا وكذا وكذا، قول لي شنو كاين وقول لي هادي علاش علاش، ما عندنا أنا ما عندنا حتى شي مانع، لأنه خصنا نعيشوا في واحد الشويش ديال الشفافية. ولكن بوليس سياسي اللي كيتدخل في السياسة وفي أمور الأحزاب السياسية وفي الفكر وفي الصحافة وفي التعبير وفي زيد وزيد وزيد، احنا كنظنوا بأن خطير جدا على الحرية في البلاد، والبلاد اللي ما كيكونش فيها الحرية هي بلاد اللي كتبعد وكتهرم من الحقيقة، والبلاد التي لا تعرف كيف تواجه الحقائق يمكنها تتقدم. على كل حال نتمنى انه هاد العاصفة ديال الحرية وديال الافراجات كما كان نوعها البارح شي بلاغ الوزارة الداخلية سمتها افراج قضائي، يعني يكون افراج قضائي او افراج اداري او عفو ملكي او قانون عفو شامل ديال البرلمان، لا يهمنا، لكن هو نرجعوا عين الصواب بان جميع المعتقلين يخرجوا من السجون، جميع المظلومين، شكون اللي هو مظلوم شكون ماشي مظلوم، المحكمه اللي خاصها تقول شكون اللي مظلوم وماشي مظلوم، في انتظار ان المحكمه تقول لك في حكم النهائي بان انت ظالم، خاصك تبقى في حريتك، الحريه هي الاصل، وبالتالي الناس اللي ما قدرتش النيابه العامه بوسائلها والدوله بوسائلها العميقه تثبت وتجزم باليقين ان ارتكبت جريمه، خاصك تخلى بعيد من السجون. انا كنظن بان الافراج على الناس ديال الحراك الريف ضروري، الافراج على اليوتيوبرز وعلى الصحفيين وعلى المناضلين ضروري، جعل حد من الحقوقيين اللي في السجن ضروري، مظلومين. الاشكاليه هي المظلومين، انا كنقولوا بان المظلومين هما هذوك اللي ما قدرتش النيابه العامه تثبت بالجزم واليقين بانهم مرتكبين لجرائم، هذوك كلهم كنعتبرهم حنايا مظلومين، يمكن يكون ارتكب الجرم ولا ما ارتكبوش هذاك النقاش واحد اخر، ولكن ما قدرتيش تجيب الحجه باليقين والاثبات والجزم بارتكاب الجريمه، ما يمكن لك تعتقله، هذه واضحه، ما يمكن لك تحكم مؤاخذه مستحيله، هكا كنبنيو مجتمع يا عباد الله، الديمقراطيه راه عندها واحد الثمن، والثمن انه كخصك تحترم القواعد والمساطر، والا راه حنا في الدوله ديال ماشي قوه القانون، كنصبحوا في القانون الخوي، ما عرفناش واش القوه جايه من القانون او القانون غطبقوا بالقوه، شنو القانون اللي غطبق بالقوه هو الظلم، لان القانون داك معك الحق ما كتحتاجش الى القوه، الشعب كله غادي يساعدك في تطبيقه وفي تنفيذه وفي تطبيقه، ما كتلتجأ للعنف غير لانه ما كتعيش في وضعيه قانونيه، وان القانون في بلادك ما عنده حتى شي قوه، القوه هي اللي كتفرض عليك قانونها، وقانون كيتغير من يوم لاخر على حسب الظروف، على حسب الظرفيه، على حسب المصلحه، على حسب الهدف المعين مسبقا، هذا ماشي قانون، هذا ماشي قضاء، هذه ماشي حياه، هذا ماشي سياسه. اما المناضلين ديال الحزب كلهم كنقول لهم ثقوا في المنسقين ديالكم، تمسكوا تمسكوا بالمنسقين ديالكم، استمروا في تنظيم الهياكل،
انا عارف بانه القانون هو اللي غادي ينجح في اخر المطاف، وبان الصحيح هو الصحيح والغير صحيح هو غير صحيح، وبان كل هذا ما يجري ما كيحاولوا احنا في الحزب، انتم ما كتعرفوش شنو الحزب، كتشوفوا بان ما وقع لينا والو، ما مشعرين والو، بان تير خزعبلات باش ياخرونا، باش يعطلوا التنظيم ديالنا، باش يخلقوا الشك في الناس اللي باغيين ينضموا للحزب، الناس اللي باغا ترشح للحزب، الناس اللي باغا تمشى معنا باش يبنوا مغرب الحق، والمغرب اللي غادي نرفعوا فيها الحقرة. غادي نقول لكم ما تنسوش بأن باش تنجح خاصك تصبر، فالنصر صبر ساعة، هذا هو الشعار اللي عندنا اليوم، النصر صبر ساعة، وغادي نصبروا ساعة بعد ساعة وساعة بعد ساعة وساعة بعد ساعة، وما كاينش اللي غادي يرسنا، لأننا نكونوا حنا هما اللي غادي نبقاو صابرين إلى آخر لحظة، اللي موراها غادي يجينا الانتصار والنصر إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.